كشفت مصادر خاصة أن شركة موبيليس قررت رسمياً وبالتنسيق مع الرئيس الجديد عبد العزيز زروقي تأجيل القيام بتغييرات على مستوى الإدارة، وفضلت الاحتفاظ بعامل الاستقرار، وذلك إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي، بحيث أن الوضع الذي يمر به الفريق وبالأخص وضعيته في البطولة المحلية دفعت الشركة المالكة للنادي تتراجع عن اتخاذ قرارات قد تكون انتحارية. ستنتعش خزينة شبيبة القبائل بشكل رسمي ب 650 ألف دولار، وذلك عقب تأهلها إلى الدور ربع النهائي من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، وهي قيمة مالية هامة جداً، ومن شأنها أن تقضي على أغلب ديون شبيبة القبائل، وأيضاً تسوية الغالبية من مستحقات اللاعبين. ويشار إلى أن الشبيبة وفي حال تأهلها إلى الدور نصف النهائي سترتفع القيمة إلى 875 ألف دولار، وفي حال التأهل إلى النهائي سترتفع إلى 1,250,000 دولار، وأما في حال التتويج فإن نصيب الشبيبة سيكون 2,400,000 دولار. بعد ضمان شبيبة القبائل التأهل إلى الدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا، وذلك قبل المباراة التي تنتظرها يوم الجمعة المقبلة أمام الوداد البيضاوي، فستكون هذه المواجهة خاصة بالنسبة للمدرب ميلود حمدي ولاعبيه، وذلك من أجل التأهل في مركز الصدارة، حيث وبلغة الحسابات سيكفي الشبيبة التعادل فقط لتحقيق هذا الهدف.